ادي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وحلقه جديده من الترند. حلقه اليوم غايه في الاهميه ودسمه جدا، فيها العديد والعديد من الاخبار المتنوعه على مختلف الاصعده، سواء الصعيد المحلي الصعيد العالمي وبالتحديد كمان كل ما يتعلق ويخص بنادينا الحبيب النادي الاهلي في تفاصيل مهمه جدا هتكون معانا على مختلف فقرات حلقه الترند النهارده، وتحديدا ان احنا مقبلين على مباراه غايه في الاهميه غدا باذن الله تعالى في بطوله الدوري امام فريق بيراميدز في الاسبوع العاشر من هذه البطوله. كل التوفيق للنادي الاهلي. تفاصيل استعدادات النادي الاهلي وكل الكواليس ما قبل هذه المباراه هتكون معانا على مدار حلقه اليوم، لكن دايما بيكون مهم جدا جدا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه، وسؤال حلقه النهارده بيتعلق بمباراه الغد ما بين الاهلي وبيراميدز. توقعات حضراتكم لتشكيل النادي الاهلي في مباراه بكره باذن الله، هناخد توقعات حضراتكم في الجزء الاخير من حلقه اليوم ومن خلال تواصل حضراتكم معانا على صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام. لكن دايما الحلقه بيكون ليها عناوين مهمه نشوف ابرزها. في ترند الاهلي، الفريق الاول يختتم تدريباته استعدادا لبيراميدز. مسحة طبية للأهلي الأربعاء قبل السفر لكأس العالم للأندية. أما في الترند العالمي، إقالة لامبرد من تدريب تشيلسي. طيب بمباريات اليوم تحديدا في كأس العالم لكرة اليد، وبالمناسبة طبعا دي لازم نبارك لكل المصريين ولمنتخبنا الوطني الأول لكرة اليد عقب التأهل لدور الثمانية والانتهاء من دور الرئيسي في بطولة كأس العالم اللي تقام في مصر بعد تعادل بالأمس مع سلوفينيا في مباراة كانت صعبة جدا وقوية جدا بنتيجة 25-25، وبالنتيجة دي تأهلت مصر كتاني مجموعتها. فبالتالي هنقابل الدنمارك، مباراة غاية في الصعوبة، بطل العالم، فهتبقى أكيد مباراة صعبة، لكن في كل الأحوال دعواتنا كلها مع منتخبنا الوطني، نتمنى لهم كل التوفيق. بالتالي عايز أقول لحضراتكم أبرز مباريات اليوم في هذه البطولة. النهاردة البرازيل مع أوروغواي والبحرين مع اليابان، دول ماتشين بيتلعبوا في هذه اللحظات، ابتدوا الساعة 4:30. البرازيل متقدمة على أوروغواي 13-6، والبحرين متقدمة على اليابان، أو عفوا اليابان هي المتقدمة على البحرين بنتيجة 16-11. الساعة 7 بقى في ثلاث مباريات، الأرجنتين مع قطر، تونس مع أنجولا، وإسبانيا مع المجر. الساعة 9:30 في ماتشين، بولندا مع ألمانيا والدنمارك مع كرواتيا. دي مباريات كأس العالم لكرة اليد. أما مباريات كرة القدم ففي مباراة وحيدة هي المهمة جدا النهاردة في الدوري الأسباني، دي مباراة هتكون الساعة 10 ما بين أتلتيك بلباو وختافي، أكيد هتكون من ضمن المباريات الهامة جدا. دي أبرز مباريات اليوم وأبرز عناوين حلقة النهاردة كمان، لكن التفاصيل كلها هتكون معانا بعد الفاصل في كلام غاية في الأهمية ونقاط لازم هنقف عندها ونعلق عليها بشكل مفصل، استنونا بعد الفاصل. طيب في الحقيقة النهاردة عندي أخبار كتير جدا مهمة، لكن الأهم من الأخبار دايما التفاصيل اللي نتكلم فيها، وأنا عايز أبتدي بخبر لازم نقف عنده ونتكلم فيه حبة حلوين. يعني خبر أعلن عنه النادي الأهلي امبارح بشكل رسمي، هو تجديد التعاقد أو تمديد عقد كل من أليو ديانج وحمدي فتحي، وده على غرار الجزئية الهامة جدا جدا اللي بيتبعها النادي الأهلي على مدار الفترة اللي فاتت، إدارة التعاقدات في النادي الأهلي بالتنسيق طبعا مع لجنة التخطيط والجهاز الفني للفريق، وهو بخصوص تمديد تعاقد اللاعبين التي أو الذين تقارب تعاقدهم على انتهاء، وده أمر مهم جدا إن أنت تبقى مركز إن أنت إزاي تجدد اللعيبة المهمة دي. فبالتالي نقطة حمدي فتحي وأليو ديانج أنا عايز أقف عندها شوية لأن ده كان خبر مهم. الأهم بقى من الجزئية دي إيه؟ لو تفتكروا الأسبوع اللي فات، بس الأسبوع اللي فات ده على طول طلع بعض الإعلاميين، أو مش بعض الإعلاميين، هو إعلامي واحد يعني وله كل الاحترام والتقدير يعني، تمام؟ طلع قال لك إيه؟ قال لك حمدي فتحي في مفاوضات مع بيراميدز وفي تعاون مع النادي الأهلي وفي تنسيق وتواصل، وده هيحصل خلال الفترة اللي جاية، واللاعب قرب يروح بيراميدز. حصل ولا ما حصلش؟ ولا أنا بجيب كلام من عندي؟ حصل؟ حصل. وطلعنا احنا وضحنا لحضراتكم تاني يوم على طول، قلنا لحضراتكم وردينا على الأقاويل دي وقلنا إن التعاون مع بيراميدز باب التعاون معاهم مقفول تماما، مقفول تماما،
واتكلمنا ووضحنا وقلنا وازاي ومش ازاي، وطلبنا من بعض اللاعبين يا ريت تتحروا الدقه يا جماعه بعد اذنكم في اخبار منطقيه واخبار غير منطقيه، واتكلمنا بكل احترام وادب جدا زي ما احنا متعودين. اتحدى اي حد يطلع لنا اي تجاوز في اي حلقه من حلقاتنا خالص. لكن لقينا بعديها بقى ايه، وانا ما رضيتش اتكلم ساعتها والله لان كان في اولويات يعني. لقينا بعديها ايه، تلقيحات بقى من الاعلامي ده وله كل الاحترام برضو، تلقيحات بقى وكلام كتير وكلام ان ازاي ومش ازاي ومش هرد ومش هعمل وكلام من ده. قلت لها احنا اللي كلامنا صح، واحنا بصراحه مالناش في جو التلقيح ده يعني، احنا دايما بنجيب على طول الاسم وبنتكلم. بس انا المره دي مش هجيب الاسم لان هو بيزعل يعني، الاسم مش هجيبه لانه بيزعل وبيتضايق. لكن في كل الاحوال طلع مين اللي صح؟ في ناس تحاول تعمل كده فرقعه ملهاش اي لازمه. ساعات في حاجات اخبار تبقى منطقيه اقول لك برافو عليك اجتهد، مفيش مشكله خالص، الكل لازم يجتهد في المجال ده. لكن في بعض الاحيان في حاجات ما بيبقاش ليها لازمه وحاجات مش مطلوبه ومش في وقتها اطلاقا. لكن الاهم من كل ده في الحقيقه هو محافظه النادي الاهلي على قوام الفريق. بتشوف العناصر الاساسيه والهامه جدا جدا وتجدد معاهم او تمدد عقودهم. وده شغل اتبعه النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت، سواء من خلال حمدي فتحي وديانج وقبليهم محمد شريف وعلي لطفي وقبليهم سعد سمير والشناوي، وان شاء الله بعد دول كمان هيبقى في امور اخرى هتبقى مهمه لكل جماهير النادي الاهلي وبالنسبه كمان لقوام فريق النادي الاهلي. فدي جزئيه مهمه كان لازم ان احنا نقف عندها. طيب ده ملف. الملف الثاني، النهارده قررت لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم ايقاف مين بقى؟ ركز معايا في الجزئيه دي. ايقاف الحكم محمد يوسف الذي ادار مباراه الزمالك واسوان الاخيره بالدوري لمده شهر. كما تم ايقاف حكم الفار مصطفى مدحت لنفس السبب ونفس المده بعد اجتماع اللجنه الفنيه. وبصراحه مباراه الزمالك واسوان شهدت جدل كبير جدا في الجانب التحكيمي بعد الاداء بتاع الحكام، وانا طبعا موافق جدا جدا موافق جدا 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 على القرار ده، يعني انا عايز اشيد بيه في الحقيقه. ليه؟ عشان اللقطه اللي احنا شايفينها دي، لان اسوان ليهم ضربه جزاء بصراحه واضحه جدا ما تمش احتسابها، فكان لازم فعلا يتاخد اجراء مع الحكام دول ان هم يتوقفوا ان صح الخبر. كان لازم ان هم يتوقفوا عشان اللقطه دي بالذات اللي قدام حضراتكم في ماتش الزمالك واسوان. اسوان ليهم ضربه جزاء واضحه اهي زي ما انتم شايفينها كده، احنا ما عندناش الحقوق قوي لكن ايه دي صوره. فلما كده تيجي تراجع اللقطه هتلاقي ان اسوان ليهم ضربه جزاء. فدي خطوه مهمه قوي من اتحاد الكره في ايقاف الحكام اللي بيغلطوا في غلطات مؤثره جدا. طب والناس اللي غلطوا واللي لغوا اهداف للنادي الاهلي واللي لغوا ضربات جزاء للنادي الاهلي، عملت معاهم ايه؟ هتعمل معاهم مش هتعمل معاهم حاجه؟ ما اعتقدش انك هتعمل معاهم حاجه. مش عارف الاسباب ايه ومش هقدر اقول الاسباب، لكن في كل الاحوال الموضوع بقى واضح يعني وبقى غريب بصراحه يعني. دي برضو كانت جزئيه مهمه من ضمن الجزئيات الهامه في حلقتنا النهارده في الحقيقه. تعالى بقى لجزئيه اكثر اهميه، وفيما يتعلق بتوصيات الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الاجتماع اللي كان مع أندية الدوري الممتاز النهارده، وبعد هذه التوصيات أو أهمها يعني، وركز في الحتة دي والنبي يعني لأن الكلام مهم أوي. اتحاد الكرة يوصي بتحديد عدد الأجانب اللاعبين الأجانب بخمس لاعبين، مفيش جديد في الجزئية دي، مفيش مشكلة، لكل فريق في الموسم، تمام؟ دون تصنيف أو تحديد مراكز هؤلاء اللاعبين الأجانب. طب نستشف من كده إيه؟ معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت ممكن تجيب وتتعاقد مع حارس اجنبي. احنا عارفين القرار ده كان اتلغى في 2008 او 2009 تقريبا يعني. وكان اخر حارس اجنبي على ما اتذكر كاميني حارس الحدود، حارس الحدود واللي خد بطوله الكاس معاهم، وكان القرار طلع بس عقده ما كانش انتهى، كمل عقده للاخر ومشي يعني. فانا مش عارف في الحقيقه، اعتقد القرار ده مش هيكون صائب اطلاقا لمصلحه المنتخب الوطني في الحقيقه، لان انت دايما بتبقى عايز حراس مرمى، ولما القرار ده اتلغى لقيت عدد كبير ووافر من الحراس اللي يستطيعوا حراسه مرمى منتخب مصر، وبقى في منافسه قويه لصالح المنتخب. فانا ما اعرفش القرار في الاخر هيتاخد بشكل رسمي ولا لا، لكن دي من ضمن التوصيات. طيب اتحاد الكره كمان يوصي بتثبيت فتره القيد الشتويه في يناير، ده امر ما فيهوش مشكله طبيعي جدا. اتحاد الكره يوصي بتاجيل تشكيل رابطه انديه المحترفين للموسم الجديد، بقى لنا 20 سنه بنحاول نعمل الرابطه دي ما بتحصلش. اتحاد الكره كمان يوصي، بص بقى بص الحته دي، اتحاد الكره يوصي بالعمل على ايجاد بديل
لو تعرضت تقنية الفار للتوقف لأسباب خارجة عن الإرادة. هو ده معناه تمهيد ولا احنا مش فاهمين الجملة شوية؟ أعتقد ده تمهيد واضح، تمهيد واضح لإلغاء تقنية الفار. والأسباب بقى اللي هي خارجة عن الإرادة دي أنا مش قادر أحددها إيه بالظبط، غير إن اتحاد الكورة مش عايز يدفع ال 150 ألف يورو اللي عليه للشركة المنفذة لتقنية الفار. واحنا عارفين النادي الاهلي وكل الانديه في الدوري المصري نادوا باهميه تواجد تقنيه الفار، وفي الحقيقه الناس اللي كانوا مسؤولين عن اتحاد الكوره جابوا التقنيه ونفذوها والامور ماشيه كويس. في اخطاء كارثيه بتحصل، بس ده بسبب عدم المام الحكام، سواء حكام غرفه الفار او حكام الساحه، بكيفيه تطبيق التقنيه دي. مع الوقت المفروض ان هو يتعدل الكلام ده، لكن هو واضح اصلا مش هيبقى في تقنيه. فبيقول لك بقى ايه، هنحاول نوجد بديل في حاله عدم استمرار هذه التقنيه. طب هو ايه البديل؟ ايه هو البديل اللي هيحصل؟ يعني ايه البديل لتقنيه الفار؟ يعني العالم كله بيطلع لقدام، احنا بنرجع لورا، فاهم؟ يعني احنا الناس كلها بتطلع قدام واحنا بنرجع لورا. العالم كله مثلا ابتدى بالحكم الخامس، فلما لقى حاجه افضل من الحكم الخامس قال لك ايه، نجيب تقنيه الفار. فالناس بتطلع لقدام اهي. احنا بقى هنرجع لورا هنعمل ايه؟ هنلغي تقنيه الفار؟ اصل في مشاكل، اصل مش احنا اللي جبنا التقنيه دي، خلي بالك. وعشان علينا ديون ومش هندفع ديون، والانديه مش راضيه تساهم اصلا في المبالغ بتاعت التقنيه، اصل العربيات مش عارف مالها، كلام من ده. فهنبتدي بقى ايه، نرجع لورا، ارمي امشي يا تقنيه الفار امشي. هتروح عامل ايه بقى؟ ترجع بقى انت لورا تجيب، هترجع لحكام الحكم الخامس مثلا في المباريات، ولا هتعمل ايه؟ ايه هو البديل لتقنيه الفار؟ انا عايز افهم الموضوع، يجنن بصراحه. ايه هو البديل لتقنيه الفار؟ ايه اللي ايه الجديد؟ الا بقى لو احنا ناس جامده قوي عندنا ما هو احدث وافضل من هذه التقنيه، ما هو يساعد الحكام على ايجاد العداله بنسبه ما في المباريات. يمكن في حاجه جديده، تكنولوجيا بقى عندنا رهيبه. امر بصراحه غريب جدا. تمهيد واضح. انا قاري كده، يا رب نطلع احنا اللي نفهمش، يا رب نطلع احنا اللي قرينا ما بين السطور بشكل خاطئ، ويطلع هم اللي صح، ويبقى التقنيه دي هتكمل والدنيا تمشي كويس. لكن انا اشك في الحقيقه، يعني لان المفروض اصلا مع نهايه الشهر ده يتم دفع الديون المستحقه على اتحاد الكره للشركه المنفذه لتقنيه الفار، واللي هددت قالت الفلوس لو ما جاتلناش قبل يوم 1 فبراير هنلغي التقنيه. ايه اللي هيحصل؟ هنشوف، هنرجع لورا، ما اعرفش ايه البديل تاني، فهنشوف ايه اللي ممكن يحصل يعني. طيب، وموضوع الرابطه كمان اتكلمنا فيه، وده ما فيهوش جديد، هم اجلوه خلاص للسنه اللي جايه، قال لك خلاص تم استقرار ان هيتم انشاء الرابطه السنه اللي جايه. احنا بقى لنا كام سنه مش قادر اعد عدد السنين في الحقيقه اللي اتكلمنا فيها بخصوص الملف ده تحديدا، ومفيش اي حاجه بتحصل بخصوص الرابطه دي. اهم وابرز الامور اللي كانت من خلال توصيات اتحاد الكره النهارده، ونشوف القرارات دي هيتم اعتمادها امتى. طيب، النهارده كمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي، النهارده النادي الاهلي يعني خد شهاده الايزو في الاداره الرياضيه، واول نادي عربي وافريقي ومصري ياخد هذه الشهاده، شهاده الايزو 9001، وده امر يدع للفخر في الحقيقه. النادي الاهلي دايما بيبقى يعني يستحق مثل هذه الامور، خصوصا الامور دايما في النادي الاهلي مستقره، الجوانب الاداريه ماشيه بشكل جيد، الجوانب الرياضيه الانشائيه الاجتماعيه، حاجات في الحقيقه مميزه جدا متعودين عليها من خلال النادي الاهلي. لكن في الاهم من كده، كان عندي لقطات من حصول النادي الاهلي على شهاده الايزو 9001، لكن الاهم كمان كلمه الكابتن محمود الخطيب، واللي قال كلمه مهمه جدا بعد الحصول على هذه الشهاده. خلينا نروح نشوف كلمه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وبعدها نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا. في البدايه طبعا برحب ب مجموعة عثمان بي وشركة MES في احتفالية اعتقد بالنسبة لنا شيء بيسعدنا وشيء بنطلع ليه دايما كنادي اهلي، ان احنا ازاي يبقى لينا ادوار مش بس رياضية، ادوار ارادية ادارية، ادوار مع العاملين في النادي، ادوار مع اعضاء وجماهير النادي. لازم النادي الاهلي يكون عيله واحده ومنظمه واحده. الحقيقه يمكن الكلام ده ابتدى من حوالي يمكن اكتر من شهر وشويه،
المهندس خالد درندلي كان كلمني وقال لي ان عثمان بيه يعني بيفكروا ان شايفين النادي الاهلي مؤسسه كبيره وعايزين يشوفوا النادي الاهلي يستحق ان يكون هناك المؤسسه الكبيره دي، يكون هناك شهاده عالميه شهاده الايزو. فطبعا بشكرهم جدا انهم فكروا في النادي الاهلي. وفي الفتره دي اكتر من شهر تقريبا بقى في ادوار كثيره جدا من مجموعه العمل اللي انا بشكرهم جدا كل واحد فيهم الحقيقه بتاعه الشركه اللي مع عثمان بيه، على اساس ان هم تواجدوا في النادي تقريبا يوميا، تواجدوا في النادي مع منافذ البيع في النادي مع الادارات المختلفه في النادي، فقدروا ان هم يكونوا فكره حقيقيه عشان هم كمان يكونوا صادقين في التقرير اللي بيرفعوه. والفكره الحقيقيه ديت هي اللي وصلت الناس اقتنعوا بيها في المنظمه العالميه، اقتنعوا بهذا الامر بعد تقريرهم الحمد لله انهم شافوا على ارض الواقع ان النادي الاهلي له اسس وله اسلوب متطور تقريبا يعني اداريا الحمد لله. وطبعا ده مش عايزين نقف يعني، كان في زي ما بيقول دلوقتي عثمان بيه هي دي مرحله اولى، لكن التطور دوت او الاسلوب الاداره ده او اسلوب التعامل مع اعضاء وجماهير النادي، المنافذ اللي موجوده في النادي كيفيه عملها ازاي، دي بدايه. لان اذا كنا بناخد النهارده يكون في يعني بنحمد الله سبحانه وتعالى ان النادي الاهلي يكون هناك شهاده عالميه او الايزو العالميه تكون للنادي الاهلي، هذا امر يسعدنا جدا، بس بيحملنا مسؤوليه كبيره جدا ان القادم لازم يبقى احسن من كده، والافضل لازم دايما يبقى فيه يعني. طب وانا بشكرهم لان هم يعني الحقيقه شافوا النادي الاهلي كمؤسسه كبيره، يعني فكروا الاول يشوفوا النادي الاهلي ماشي ازاي الاول، فده شيء انا يعني بيسعدنا جدا كمجلس اداره. كان بشكر مجموعه العمل اللي اشتغلت في خلال اكتر من شهر مع مجموعه العمل الشركه، بشكركم جدا على كل اللي قمتوا بيه، دي مسؤوليه كبيره. بكرر شكر تاني لعثمان بيه ومجموعه الشركه كامله، وان شاء الله يكون زي ما قال عثمان بيه دي بدايه لتطور اداري ورياضي ومجتمعي اخر للنادي الاهلي ما يليق بالنادي الاهلي وجماهيره واعضائه. بشكركم جدا مره ثانيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب الاهلي بكره باذن الله عنده مباراه غايه في الاهميه ومباراه غايه في الصعوبه بكل تاكيد مع فريق بيراميدز القوي، فريق قوي عنده عناصر مميزه جدا، عنده جهاز فني جيد، فرقه ممكن نتائجها مش جيده قوي طبقا للمعطيات ما قبل بدايه هذا الموسم، لكن تبقى فرقه بيراميدز فرقه قويه وفيها لعيبه مهمين جدا ويفرقوا مع اي فريق يعني في الحقيقه. فبالتالي مهم قوي قوي انت كفرقه النادي الاهلي انك تبقى مركز في هذه المباراه، مهم جدا جدا انك باذن الله تعالى تفوز بثلاث نقاط. عشان ايه؟ عشان تبعد بيراميدز خالص بقى عن الموضوع، يعني بيراميدز باذن الله يخسر بكره باذن الله تعالى يخرج بره القصه، وتبقى المنافسه طبعا مع نادي الزمالك الغريم التقليدي، ومنافسه قويه ومحترمه وشريفه بكل تاكيد وممتعه ومثيره، ده امر مؤكد. لكن في كل الاحوال احنا واثقين في لعبتنا كل الثقه، ان شاء الله باذن الله عقبه من ضمن العقبات يقدر يتخطاها النادي الاهلي غدا امام فريق بيراميدز، ومن ثم يتم التركيز على بطوله كاس العالم للانديه اللي هتنطلق يوم 4 فبراير باذن الله تعالى. النهارده الفريق كان بيتمرن تدريبات مهمه جدا، وهو المران الاخير قبل مباراه الغد. قبل المران اكيد كان في محاضره من مستر بيتسو موسيماني اتكلم فيها في بعض النقاط الهامه جدا جدا، دي طبعا لقطات من مران الاهلي الاخير قبل المباراه. وبعد المران ان شاء الله هو على وشك النهايه ان لم يكن انتهى، يعني هيتوجه الفريق لاحد الفنادق القريبه من استاد الدفاع الجوي اللي هيستضيف مباراه الغد في تمام الساعه 7:30 مساء، وان شاء الله باذن الله يستعدوا استعداد النهائي لهذه المباراه. الكل جاهز، الكل لائق باذن الله، ويتوقع بس ان شاء الله تعالى يكون التوفيق حليف النادي الاهلي في مباراة بكرة أمام فريق بيراميدز. لكن من ضمن الأمور الهامة بخلاف اللقطات اللي حضراتكم شايفينها بخصوص مران الأهلي الأخير، النهاردة كان في زيارة من الكابتن علي أبو جريشة، طبعا نجم وأسطورة الإسماعيلية، نجم فريق الإسماعيلي السابق، وكمان الكابتن الكبير كابتن عماد سليمان. هي دي اللقطات مهمة جدا في الحقيقة، والناس موجودين النهارده واجتمعوا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره. وانا المهم بالنسبه لي في اللقطه دي ان دي بتعكس مدى العلاقات
المميزة جدا جدا ما بين ناديي الأهلي والإسماعيلي، عكس اللي بيصوروا البعض. احنا عارفين مين هم اللي بيحاولوا دايما يسوقوا العلاقة ما بين الأهلوية والإسماعيلوية أو ما بين ناديي الأهلي والإسماعيلي. علاقة ممتازة، الناس موجودين بقى بغض النظر، هم موجودين عشان مثلا يكون ليهم طلبات معينة في تدعيم صفوف الإسماعيلي، مساعدة الإسماعيلي من قبل النادي الأهلي في تقوية صفوفه، لأن لسه احنا عارفين الإسماعيلي مثلا بيمر بأزمة هذا الموسم، نتائج غير جيدة على الإطلاق، وحاجة لا تليق طبعا بنادي كبير جدا جدا زي نادي الإسماعيلي. أو ممكن تكون أسباب أخرى، لسه النادي الأهلي ما أعلنش، أو حتى نادي الإسماعيلي ما أعلنش، لكن في حد ذاته تواجدهم اثنين بالأسماء الكبيرة دي ومن اساطير نادي الاسماعيلي، سواء الكابتن عماد سليمان او الكابتن الكبير كابتن علي ابو جريشه، ده امر جيد جدا جدا، وامر يعني يعكس مدى العلاقات المميزه جدا ما بين الناديين. وطبعا اكيد تابعوا بعض يعني الدقائق من مران الاهلي الاخير اليوم استعدادا لبيراميدز، واحنا طبعا بنحاول نعيش حضراتكم الاجواء لحظه بلحظه من خلال هذه اللقطات الحصريه لقناة النادي الأهلي بكاميرا قناة النادي الأهلي. واجتماع مع الكابتن سعد حفيظ أعتقد استمر لأكثر من نص ساعة، إن لم يكن أكثر كمان من كده، واتكلموا في بعض الأمور الهامة جدا التي لم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة، لكن لو في أي جديد هنتكلم مع حضراتكم بالتفاصيل في الجزئية دي. لكن خلينا نرجع كمان لمباراة الأهلي وبيراميدز بكرة واستعدادات النادي الأهلي، عشان كده سريعا عايز أروح لزميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، عشان نطمن من خلاله على فرقتنا قبل مباراة بكرة. يا فاروق أهلا بيك. كل التحية ليك زميلي العزيز أمير هشام، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا يا أمير يعني مش هزيد على الكلام اللي أنت قلته، وزيارة الكابتن علي أبو جريشة وعماد سليمان حد بقيمة الكابتن علي أبو جريشة والكابتن عماد سليمان، أكيد هي تأكيد لأواصر العلاقة الوطيدة اللي دايما بتجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي. أكيد إحنا يعني كجماهير او كمحبين لكره القدم المصريه نتمنى ان شاء الله عوده سريعه وسعيده ان شاء الله لنادي الاسماعيلي، واحد من الانديه الجماهيريه والانديه المهمه في الكره المصريه. طبعا ده امر مهم. هل في اي تفاصيل خاصه بخصوص هذه الجلسه يا فاروق تم الاعلان عنها ولا لسه؟ حتى الآن يا أمير لم يتم الإعلان عن تفاصيل زيارة الكابتن علي أبو جريشة وعماد سليمان سواء من النادي الأهلي أو زي ما أنت قلت من النادي الإسماعيلي، لكن وجودهم إن هم يكونوا متواجدين ومقابلتهم للكابتن سيد عبد الحفيظ ويتابعوا جزء من المران، أعتقد يا أمير هي رسالة مهمة جدا إن كرة القدم دائما وأبدا هي بتجمع، وإن النادي الأهلي دائما وأبدا هي واحد من الأندية اللي بيبقى حريص جدا على العلاقات مع كل الأندية يا أمير، مش النادي الإسماعيلي فقط طبعا. كل الأندية النادي الأهلي بيبقى حريص على تدعيم علاقاته مع كل الأندية طبعا، ده أمر مهم. طيب بخصوص الفرقة يا فاروق وآخر الاستعدادات والكواليس ما قبل مباراة الغد بإذن الله الهامة جدا أمام بيراميدز، إيه الجديد عندك؟ برضه يا أمير هاخد من كلامك التركيز والثقة اللي عند لعيبة النادي الأهلي، طبعا أنت عارف واحدة من المباريات المهمة للنادي الأهلي في مشواره في بطولة الدوري الممتاز، أكيد مباراة بتفرض نفسها وتفرض أهميتها على اللاعبين وعلى مشوار النادي الأهلي، خاصة إن هي قبل سفر الفريق لكأس العالم للأندية ومواجهة فريق الدحيل القطري في افتتاح كأس العالم للأندية، البطولة نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي. أنت عارف إن طبعا المباراة بيبقى ليها طابع أهمية، مباراة مهمة جدا، لكن عايز اقول لك نقطه مهمه جدا يا امير، انا لمسه من اللاعبين هو ده التركيز اللي دايما بيبقى موجود عند لعيبه النادي الاهلي، سواء بتلعب بيراميدز سواء بتلعب المقصه اسوان ايا كان الفريق او اي فريق انت بتلعبه سيراميكا اي الفرق، هو التركيز واحد. المباراه ليها اهميه، اللعيبه طبعا مستر بيتسو موسيماني النهارده اجتمع مع اللاعبين قبل انطلاق المران، اجتماع يعني استمر لاكثر من ساعه، مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين على اهميه طبعا هذه اللقاء، خاصه ان انا عايز اسافر وانا زي ما انا على قمه بطوله الدوري محتفظ بقمتي على الصداره، اكيد مباراه ومشوار مهم جدا للنادي الاهلي عايز ان انا احقق فيها الثلاث نقاط. النهارده الراجل كان حريص ان هو يتكلم مع اللاعبين على اهميه هذه المباراه، طبعا كان في محاضره بالفيديو لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، الايقاف على يعني مواطن القوه والضعف فريق بيراميدز وطريقه اللعب اللي انا هلعب بيها. النهارده انطلق المران، يعني خلينا برضه اقول لك ان في بدايه المران كان احتفال اللاعبين يعني النهارده عيد ميلاد ميتشيل يانكون
مدرب الحراس، وايضا محمد دهاني كان اللاعبين احتفلوا بيهم في ارض الملعب. طبعا بنهني ميشيل يانكون ومحمد هاني. ثم انطلق المران. مستر بيتسو موسيماني امير حريص النهارده في المران ان يعني يغير شويه بعض الامور شويه في مش هنتطرق للنواحي الفنيه انت عارف، لكن في تركيز على بعض الامور الفنيه. انطلق المران مستر بيتسو موسيماني ادى بعض يعني شايف اختص بعض اللاعبين ببعض التعليمات، يعني شفت جلسه جمعت ما بينه في ارض الملعب وتعليمات بحضور الدكتور عمرو محب لمحمد شريف، بيدي لمحمد شريف بعض التعليمات يعني طالبها منه في المران النهارده وطالبها منه ان شاء الله في المباراه غدا. يعني انها المران بتقسيمه بطول الملعب، يعني الوقت اللي انا بكلمك فيه امير كان مستر بيتسو موسيماني في اللحظات الاخيره من انهاء المران، الراجل بيحاول برضه ان هو ينوع ويشتغل على الكرات الثابته وافرض لها مساحه طويله في نهايه المران. طبعا اختتم المران زي ما قلت لك يا امير بتقسيمه ما بين فريقين بطول الملعب. كان حريص طبعا ان عايز اقول لك ان حاله الافاقه اللي على اللاعبين، التركيز اللي عند اللاعبين، يعني ابشرك ان كل اللاعبين ان شاء الله جاهزين. بالمناسبه كان ليا كلام ايضا مع الدكتور احمد ابو عبله وقال لي سلبيه مسح الجميع لاعبي النادي الاهلي باستثناء اكرم توفيق اللي هيغيب خلاص عن احداث اللقاء لايجابيه مسحه الكورونا. تمام. ايضا كان ليا كلام وعايز برضو ان انا ابشرك وابشر كل جماهير النادي الاهلي بخصوص سريعا بخصوص اكرم توفيق. هو اللاعب يعني انا اللاعب الوحيد اللي عنده كورونا او ايجابيه مسحته صح، الباقي تمام كويسين والدنيا كويسه بالظبط. بالظبط يا امير. سلبيه مسح جميع اللاعبين باستثناء اكرم توفيق. اكرم بس. تمام اتفضل بقى في الخبر كنت هتقوله. يعني يا امير بكلمك على وليد سليمان وكان ليا كلام مع الدكتور احمد ابو عبله بيقول لي ما شاء الله يعني وليد سليمان النتائج بتاعته والاشاعات اللي تمت بتقول ان وليد سليمان بيسير يعني خطوات اكثر من اللي كان منتظر او كويس. من المتوقع. ويعني البرنامج التاهيلي قال يعني قال لي احنا شغالين مع وليد سليمان وهو يعني عنده استعداد شغال ليل ونهار ان شاء الله. وليد سليمان يعني ان شاء الله الفتره القادمه يكون فيها خير لوليد سليمان. ايضا من النقاط المهمه ان قال لي كريم نيدفيد هينزل المران الجماعي وهينضم للفريق ان شاء الله عقب عودة من رحلة كأس العالم لكرة القدم. بإذن الله كريم نيدفيد طمني على كل اللاعبين إن شاء الله النادي الأهلي بدون إصابات ما شاء الله. يعني نقول الفترة القادمة فترة مهمة للنادي الأهلي وإذن الله يا أمير النادي الأهلي قادر إنه يحقق الانتصار على فريق بيراميدز بمشيئة الله إن شاء الله. يا فاروق أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي واللي كان متواجد معانا على الهواء مباشرة وطمنا بشكل كبير جدا في الحقيقة عن آخر استعدادات النادي الأهلي لمباراة الغد أمام بيراميدز. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنكمل فقرات حلقه الترند النهارده. استنونا. اخبار الاهلي على السوشيال ميديا تحديدا في ترند الاهلي، نشوف ايه اهم وابرز الامور. نبتدي بالمصري اليوم وحسابه الرسمي على تويتر واللي بيتكلموا فيه عن التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في مباراه الغد امام بيراميدز. هم هنا متوقعين التشكيل ان هيكون محمد الشناوي في حراسه المرمى، في خط الدفاع علي معلول وايمن اشرف وبدر بنون بيعود ومحمد هاني، ده طبقا لتوقع طبعا المصري اليوم. في نص الملعب حمدي فتحي واليو ديانج وربما يشارك عمرو السوليه بشكل اساسي. امامهم كل من محمود عبد المنعم كهربا، مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف كمهاجم في هذه المباراه، ده طبقا لتوقع المصري اليوم. خلينا نروح لخبر اخر وهو بخصوص حساب في الجول الرسمي على فيسبوك واللي بيقولوا بتصويت واختيار متابعي في الجول محمد مجدي قفشه يتوج بجائزه افضل لاعب في الجوله التاسعه من الدوري المصري. هو في الحقيقه يستحق وعمل مباراه كبيره جدا المباراه السابقه امام المقاولون العرب واحرز هدف الفوز بعد ما كان الاهلي متاخر 2-0 ثم عاد في الشوط الثاني واحرز 3 اهداف. كان اخر هدف الاهلي هو هدف محمد مجدي قفشه. طيب خلينا نروح لحساب الاهلي الرسمي على فيسبوك واللي بيقول 11 يوما على الانطلاق. 11 هو عدد اهداف فريقنا خلال مشاركته في كاس العالم للانديه. عماد متعب طبعا نجم نجوم النادي الاهلي السابق كان صاحب اول الاهداف والمثير انه كذلك صاحب اخر هدف للنادي الاهلي في المونديال. واحنا عارفين عماد متعب كان اول هدف جابه للنادي الاهلي امام فريق اف سي سيدني في اول مشاركه للنادي الاهلي في 2005 في بطوله كاس العالم للانديه واللي احتل فيها النادي الاهلي المركز السادس. خسرنا 2-1 كان متعب هو اللي جاب الجون. اخر هدف لمتعب كان امام فريق مونتري المكسيكي، خسرنا بنتيجه كبيره. كان كمان متعب هو احرز هدف النادي الاهلي الوحيد في هذه المباراه. مستنيين نجوم النادي الاهلي ان شاء الله اهدافهم في كاس العالم المقبل اللي خلال ايام باذن الله تعالى. خلينا نروح لخبر كمان اخر
من خلال الأهرام وحسابهم الرسمي على تويتر، وبيقولوا ان الاهلي يجري مسحه طبيه الاربعاء استعدادا لكاس العالم للانديه، وده طبعا امر مهم وطبيعي جدا قبل السفر ب 48 ساعه. احنا عارفين الاهلي هيسافر ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه. دي كانت بعض اخبار الاهلي في السوشيال ميديا وعلى ترند الاهلي. هروح لفاصل سريع وبعديه نكمل وناخد اخر فقرات حلقتنا النهارده. يلا بينا. طيب، اخر فقرات حلقتنا النهارده وهو بيتعلق بسؤال حلقه اليوم وتوقعات حضراتكم لتشكيل النادي الاهلي في مباراه الغد امام بيراميدز. خلينا ناخد خلود رمضان الاهلي التشكيل: الشناوي، معلول، ايمن، بدر، هاني، السوليه، ديانج، طاهر، قفشه، كهربا، محمد شريف، داليا، طه، قالت الشناوي، معلول، وبدر، واشرف، وهاني، وديانج، والسوليه، وقفشه، وكهربا، وطاهر، وشريف. كمان معاذ حمدي قال شناوي، بنون، ايمن، علي معلول، وهاني، وديانج، وحمدي فتحي، وقفشه القاضيه، ماشي، وكهرباء، والشحات، وبواليا. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. واخيرا مصطفى عرابي قال الشناوي، بنون، وايمن، ومعلول، وهاني، حمدي فتحي، وديانج، وقفشه، وطاهر، وكهرباء، ووالتر بواليا كمهاجم للنادي الاهلي في هذه المباراه. هنترقب ونشوف باذن الله احداث هذه المباراه غدا، وهنشوف كمان تشكيل النادي الاهلي في ماتش بكره امام فريق بيراميدز. كل التوفيق لفريقنا النادي الاهلي، ان شاء الله يقدم مباراه كبيره وباذن الله تعالى يفوز بثلاث نقاط. دي كانت حلقتنا من ترند، استنونا في حلقات اخرى باذن الله جديده من نفس البرنامج. الى اللقاء.